كتير جنرال نولج مشاهدينا، كل مرة بكون عم بعطيكم معلومة عامة لأنه العلم هو هويتنا، فنحن لازم نتسلح بالعلم ولازم نكون عم نتثقف. فكل مرة أنا بكون عم بعطيكم معلومة عامة لحتى تكونوا أنتوا وأنا عم نستفيد منها بنفس الوقت. اليوم بدنا نحكي عن الإنسان البدائي، كيف بلش وكيف تطور شوي شوي. خلينا نبلش بنقول أنه الإنسان الأول منذ ظهوره لحين اختراع الكتاب سنة 3200 قبل الميلاد اكتشف النار لصناعة الفخار، عاش على جمع الثمار وأكله بلا طبخ، لبس أوراق الشجر، انتعل بإجره الخشب، عاش بالكهوف البعيدة، انتقل الوادي. خلينا نفصل لكم شوي شوي كل مرحلة، هذه كانت هيك لمحة سريعة. خلينا نبلش بالعصر الحجري القديم. العصر الحجري القديم اعتمد على استخدام الأدوات المصنوعة من الحجارة، تعد هذه المرحلة الثقافية اللي بتعود لفترة ما قبل التاريخ. تتضمن ثلاث فترات عندنا العصر الحجري اللي عاش فيه الإنسان بأقل أشكال التطور بأبسط أساليب الحياة. كيف كانت أساسيات حياته؟ خلينا نبلش بالمساكن، عاش بأماكن محمية من تقلبات الجو والحيوانات المفترسة بجانب الأنهار، كان يسكن بالكهوف ومن بعدها صار يسكن بالخيم والأكواخ. استخدم الجدران والعصي والأغصان والقش لحتى يكون عم يصنع منها الخيم. أما بالنسبة للطعام فاعتمد على المكسرات، على التوت، على النبات البري، على بقايا جثث الحيوانات وتجميع بعض بيض الطيور. أدرس الإنسان البدائي خلينا نذكر أنها كانت كبيرة الحجم. أصبح الصيد من الأساس لحتى يكون عم بيقدر ياكل ليتوفر الطعام عنده، واعتمدوا 65% على اللحم. أما بالنسبة للملابس فالملابس كانت من جلود الحيوانات، كان عندهم بساطة بالملابس، كانت تصنع من القمصان المقيدة بالأحزمة والتنانير والقبعات أيضاً. أما الأدوات اللي استخدمت فكان عندنا الخشب، العظام، الحجارة، صناعة يدوية تقليدية. الإبر العظمية كانت لخياطة الملابس المصنوعة من الجلود أو لحتى يكونوا عم بيبنوا المبنى اللي بيسكنوا فيه. أما بالنسبة للمطرقة الحجرية فهي كانت لفتح المكسرات ولحتى يكونوا عم يصنعوا منها الأدوات. كيف صار عنا اكتشاف أو اكتشف الإنسان البدائي النار؟ اكتشفه من بعد ما ضرب حجرين صوان ببعضهم البعض مما أعطاها أول شرارة، فسهلت عليه كتير من الأمور. من هون اكتشفت النار، سهلت عليه طريقة الطبخ، الضوء بالليل، سهلت عليه طريقة إبعاد الحيوانات المفترسة عنه. من بعدها شكلت وسيلة حتى يكون عم يصنع أدوات معدنية من خلال تدويب المعادن لصناعة الأدوات والأسلحة. بالنسبة للحياة الاجتماعية، حياته الاجتماعية كانت بسيطة بتتصف بالمساواة الاجتماعية، عايش بجماعات على طول عم بتحاول تضل على قيد الحياة، وكانوا يتعاونوا أيضا على الصيد، كانوا دايما ينتقلوا من مكان لتاني بحثا على أي منطقة فيها أكثر توافر للطعام. كانت مهنة أو مسؤولية الرجال توفير اللحوم، أما مسؤولية النساء فكانت أنه يجمعوا الغذاء النباتي. بالنسبة للفن، الفن عبروا عن جانبه بما كان يمتلك من أدوات ومواد بسيطة، أهمها كان عندهم تماثيل صغيرة من الطين، العظام، الحجارة أو العاج. بالنسبة للرسومات، رسوماتهم كانت على جدار الكهوف، كانت رسوم طينية ذات ألوان مختلفة وعثر بالكهوف على هيدي الرسومات. كان عندهم أيضا نقوش فنية، تعد هذه النقوش العظمية والعاجية أحد أشكال الفن. عندهم أيضا المزامير أو العاجية، وجدت هلأ بكهف بمدينة ألمانيا. لغتهم كانت أكيد لغة بدائية مفهومة فكري صعب يتحلل بعلم اللغويات التاريخية، وبتعود جميعها للغات لمنشأ واحد. ننتقل للعصر الحجري المتوسط اللي هو العصر الثاني، فترته بتمتد ما بين العصر القديم والحديث. المصطلح يوناني العصر بدأ استخدامه بنهاية مطلع التاسع عشر، بيتميز بوجود بعض الأدوات الحجرية الصغيرة اللي صنعتها يد الإنسان. عاش الشعب بهيدي الفترة بمغارة موجودة هلأ بدولة فلسطين،
وسمى الشعب، سمي هذا الشعب بالحضارة الكبارية. عاشوا بالمشرق العربي، بنوا الأكواخ، سكنوا المغارات، كانوا يعتمدوا كمان على الصيد، كانوا يقطفوا النباتات والثمار واستخدموا أدوات حجرية هندسية. بننتقل للعصر الحجري الحديث، ما قبل ظهور الكتابة، وقتها بلش الإنسان يستقر بمحل ما كان يعيش بكرة ثابتة، اعتمد على الزراعة. هون بلش صار عنا اكتشاف الفخار، ظهرت الأدوات الفخارية، صار عنا استخدام الإنسان للطبخ. انتشر الإنسان بهذا العصر ببلاد الشام وخاصة بفلسطين. أبرز ما ميزه هو الزراعة، عرف باسم الثورة الزراعية اللي انتشرت بأريحة ببلاد الشام. كيف تغيرت طريقة العيش؟ صار عنا تغييرات سلوكية ثقافية، عرف الإنسان حياة هدوء واستقرار، انتقل لأماكن أكثر أمنا واستقرارا، ظهرت التجمعات العمرانية وصار عنا تطور فكر ديني. نهاية العصر الحجري الحديث اللي هي آخر مرحلة انتهت باكتشاف الإنسان المعادن، صنع الأسلحة، صنع البرونز، اعتمد على الحجر لحتى وبعدين على النحاس. من بعد هذا العصر عن العصر البرونزي، هو أحد العصور حيث تطورت فيه التكنولوجيا، تطورت التجارة، صار عنا ظهور للحضارات، ظهور للكتابة، تخصص بالحرف، عنا خطوات مهمة بالجانب الديني والسياسي، انحصرت الثروة بس بإيد طبقة الملوك والكهنة، وهون ظهرت عنا القوانين اللي كانت تحكم الشعوب. هذه كانت معلومتنا اليوم بجنرال نولج اللي اعطيناكم فيه عن الإنسان البدائي وكيف تطور من مرحلة لمرحلة لوصلنا للي نحن فيه. بعد انتهاء هذه الفقرة بننتقل لفقرتنا اللي بعدها اللي هي Around the World. بي اراوند ذا وورلد مشاهدينا، كل مره بخدكم انتوا قاعدين بالبيت، بخدكم ببرمه هيك على بلد معين، بنكتشف كل شيء بخص هذا البلد، من سياسه، من سياحه، من ثقافه، من كل شيء بخص هذا البلد. اليوم بي اراوند ذا وورلد رح اخدكم ببرمه على بلد مصر. خلينا نبلش ونقول انه مصر هي دوله عربيه بتوقع بافريقيا، قدر عدد سكانها 104 ملايين نسمة، هي تقسم إداريا إلى 27 محافظة، عاصمتها القاهرة، واللغة الرسمية أكيد هي اللغة العربية. تشكل وادي النيل والدلتا شكلوا أقل من 4% من المساحة الكلية للبلاد، أما أغلب السكان فبيعيشوا بالدلتا على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس. بتشكل الصحراء غالبية مساحة البلاد. بتشتهر مصر بأنه فيها أقدم الحضارات على وجه الأرض، بلشت بزراعة الأرض وتربية المواشي، بعدين اتطور أهلها سريعا وبلشت بصناعات بسيطة، وكونوا إمارات متجاورة مسالمة مع بعض البعض على ضفاف النيل اللي بيتبادلوا التجارة مع بعضهم. جغرافيا تقسم التربة بمصر لأربعة أنواع، أما التضاريس فكمان تقسمت لأربع أنواع. الأنواع هن وادي النيل، الدلتا، الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء. مناخيا عنا عدة أقاليم مناخية لمصر، تقع بالمدار الإقليمي الجاف، فيما الأطراف الشمالية بتدخل بالمنطقة المعتدلة الدفيئة، أيضا بتتمتع بمناخ شبيه بمناخ البحر المتوسط، تتميز بالحرارة وبالجفاف بأشهر الصيف وبالاعتدال بالشتاء مع سقوط أمطار قليلة بتتزايد على الساحل. تاريخيا تعد مصر من أقدم الحضارات بالعالم، ظهرت قبل الكتابة وتدوين التاريخ، سكن شعوب بدائية استخدموا حجر منحوت الأخشاب والأحجار كأسلحة للصيد والدفاع عن النفس. عرف المصريون الأوائل الكتابة، استقروا بمجتمعات صغيرة وبلشوا بتكوين نواة مدنية قبل 40 قرنا، وبلش تكوين الدولة أثناء هيدي الحقبة. خلينا نحكي عن العلم، علم مصر اللي هو شفناه قبل بالصورة، ومقسم لثلاث ألوان مستطيلة،
عنا الأحمر هو بيرمز للأمل، الأبيض بيرمز للسلام، الأسود لنهاية الاستعمار اللي كان بمصر، أما بالوسط مثل ما بنشوف في نسر اللي هو أقوى النسور وبيعبر عن قوة مصر. اقتصاديا بتقع معظم النشاطات الاقتصادية حول وادي النيل، وبيعتمدوا على الزراعة، على السياحة، على الإعلام، على الصادرات وعلى المنتجات المعدنية وغيرها. سياحيا بتحتوي مصر على العديد من الأماكن اللي بتجذب على طول عدد كبير من الزوار. خلينا نبلش بأهرامات الجيزة اللي كمان شفناها بالصورة قبل، اللي هو مجمع عمره 4000 عاما، بيحتوي على إهراءات ملكية ومعابد وجسور. بيتم الانتقال من هرم الأصغر للمتوسط للأكبر. كمان هذه هي الصورة تبع الأهرام. أيضا سياحيا رح نخبركم عن أبو الهول، اللي هو تمساح يقع بالجيزة بالقرب من الهرم المتوسط، تم نحته بالصخور الطبيعية، بيرمز لفرعون باعتباره تجسيدا لإله الشمس رع، هو تمثال لمخلوق أسطوري مثل ما عم نشوف أسد وراس إنسان. أيضا عنا متحف المصري اللي هو كمان معلم سياحي، ومتحف بيوقع بوسط القاهرة، بيحتوي على مجموعة كبيرة من الآثار الفرعونية وعرف باسم متحف القاهرة. أما قلعة القاهرة اللي هو كمان معلم سياحي مهم بمصر، بناها صلاح الدين ليكون عم بيحمي مدينة القاهرة والفسطاط من الصليبيين، وتعرف أيضا باسم قلعة محمد علي. كل حاكم كان يحكم مصر كان يطلق عليه اسم فرعون. خلينا نذكر بعد معلومة عن المصريين. المصريين القدماء كان عندهم عناية خاصة بموتاهم، فكان يستندوا على اعتقاداتهم اللي بوجود حياة أخرى، فكانوا يستعدوا لها، فبعد موت أي شخص كانوا يحملوه أهله وياخدوه لحتى يكون عم بيتحنط لحتى يحافظوا على هيدا الجسد، وبس يوضع الجسد كانوا يحطوا بجانبه التماثيل المجوهرات بإيمانهم بحياة ما بعد الموت. خلينا نحكي ونكمل ونحكي عن أنه كيف دخلوا بموسوعة جينيس. دخل جسر تحيا مصر القاهرة بموسوعة جينيس للأرقام القياسية كأعرض جسر بالعالم، 67 متر و36 سنتيمتر، بيتضمن 6 مسارات مروريه بكل اتجاه، بيمتد طوله 540 متر على ارتفاع 96 متر عن سطح المي. ليه مصر تسميت من زمان ولهلا بعدنا بنقلها ام الدنيا؟ اسباب عديده، عن اسباب دينيه، عنا مكانه مصر ثقافيا وفنيا، عنا لهجه مصر الاكثر انتشارا بالعالم العربي، عن عدد السكان الكبير مقارنة ببقية البلدان العربية. الرومان هن اللي أطلقوا هيدي التسمية أم الدنيا على مصر، لأن هي مصدر أساسي كانت تزود الإمبراطورية الرومانية بالطعام والقمح. تتميز شرم الشيخ بثلاث آثار العالم، فأشهر المدن الفيا الإسماعيلية الذهب الأسوان، ويطلق عليها اسم جوهرة البحر الأحمر. هيدي كانت برمتنا حول بلد مصر، وهلأ بننتقل لآخر فقرة عنا اللي هي فقرة كريسمس. قرب عيد الميلاد، فمن هون لوقتها رح نكون عم نخبركم قصص مهضومة عن كريسمس. اليوم رح نخبركم عن المغارة. بيرجع تقليد المغارة للقديس فرانسيس الأسيزي بالقرن ال11، هو أول من مثل أحداث الميلاد تشجيعا للمؤمنين، باعثا التقوى والفضيلة، فراحت هيدي العادة تنتشر شوي شوي بأرجاء إيطاليا وبعدين انتقلت بكل أنحاء العالم. أراد هذا القديس أن يذكرنا بالطفل المسيح اللي ولد ببيت لحم. كان هذا القديس مدفوع بروحانية فينا نسميها الواقعية المسيحية، اللي بتتعارض مع البدع اللي كانت بوقتها. ليحقق رغبته، طلب فرانسيس من رجل بقرية كريشو أنه يعيره مغارة مع الحمار والثور، وبليلة عيد الميلاد توافد عدد سكان القرية لهذا المكان بالشموع والمشاعل، وأقيمت هناك ذبيحة القداس الإلهي.
خلينا نشرح على السريع المغارة واللي موجودين بقلبها وعلى شو بتحتوي كل معنى لكل شيء بقلبها. أول شيء أكيد والأساس عنا يسوع المسيح اللي هو صاحب العيد اللي العيد كله بيدور حوله. عنا أكيد يوسف ومريم اللي هن أهله ليسوع المسيح اللي هن رمز الإنسانية كلها، حيث الرجل والمرأة هن مع بعض صورة الله ومثاله مثل ما صدر بسفر التكوين. الرعاة اللي هن ظهر الملاك وحمل البشرى للناس، وأولا للرعاة فالبشارة هي لكل الناس بلا تمييز. المسيح هو الراعي الحقيقي اللي خرج من نسل الملك داوود الملك اللي ولد راعيا. المجوس هن فئة المتعلمين والأغنياء اللي ما عندهم قيمة للي بيملكوه وللي بيعرفوه إلا إذا عطيوه لا يسوع. هون بيذكرونا أيضا بالمسيح اللي هو ملك الملوك. النجمة هي الرمز لأهدة المجوس للمسيح، أما البقرة فهي رمز للغذاء المادي اللي ما فينا الإنسان ما فيه يعيش بلا طعام أكيد، وبيتمكن من خدمة الله. رمز البقرة هي بتدفئة المسيح. الحمار هو رمز الصبر واحتمال المشقات. الأغنام هن الوحدة الضرورية لحماية المؤمنين اللي بتحافظ على دفء الإيمان بقلوبهم. أما أخيرا الملائكة اللي هن حضور الله الفعال بين الناس على أنه ما تعيقهم قسوة القلوب وظلمة الضمائر. هيدي كانت فقرة كريسمس، نصايح سريعة مشاهدينا. كل مرة بنكرر أن تكونوا عم تنتبهوا من فيروس كورونا اللي أعداده عم تتكاثر، تكونوا على طول عم بتحافظوا على الأمل وتخلوا ابتسامتكم على وشكم. مشاهدينا حلقتنا للأسف وصلت لنهايتها، أنا أكيد بشوفكم بحلقات لاحقة. من هلأ لوقتها تابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي مريم تي في لبنان. باي باي.